وفي كل مناسبة نشوف الحضور أقوى إن كان بالنسبة للنصر الحاضر في هذه اللقطة. هذا واتريكو بس يتقدم الجانب اليمين خطيرة والكرة معاه وحاول يمر على طول عند اللمسة يلعبها كرة اللعب في الجول جول 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 طارق أحمد هو من يتدعى التسجيل كرة معاه في الملعب يا سلام تمريرة كانت من إيفان تريكوفسكي بالجانب اليمين عملها على راس طارق وبالتالي طارق ابتدع التسجيل هذا هو الثاني هدف شخصي لهذا اللاعب في الدوري بعد هدف مضمون الجزيرة في المباراة التي خسرها النصر ولكن في هذه المباراة يتقدم النصر على العين على حساب العين هنا على ملعبه في استاد الزعم الزاهي بهدف كان بإمضاء طارق أحمد شوف هذا هو تريكوفسكي إيفان تريكوفسكي المقدوني يلعبها وهنا راسية طارق يلتقى براسه وبالتالي المباراة حتشعلن حتولع من البداية هذا هو إيفان تريكوفسكي في اللقطة الماضية على راس طارق أحمد المتألق في هذا الموسم مع فريق نادي النصر ردة الفعل من جانب الصربي إيفانوفيتش واضحة أمامه عن العودة بفريقه للمباراة عن تسجيل هدف التعادل إذا اختبار صعب إتشان يلعب جول جول هدف التعادل 1-1 إتشان يسجل السابع إتشان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 من زمن هذا اللقاء في الدقيقة 77 العين يعود إلى المباراة عن طريق الجان هنا في تصفيق حار من جانب الجماهير العينوية هذا وجاء السابو جان ثالث هدف شخصي لهذا اللاعب